بفضل الله برحب بيكم جميعا، ويلا نتعلم مع بعض سي وسي بلس بلس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين نظبط كتابة على الملف، كتابة على ملف موجود من غير ما مسه، من غير ما بوظه، من غير ما اكتب عليه، يعني يتحذف وتعمل من جديد. لأ، هو زي ما هو وانا هزود عليه بقى. عايزين نشوف الموضوع ده. دوس كليك يمين على البروجكت، افتح الملف اللي احنا كنا بنجرب عليه. تمام، ده الملف. خلاص، ده الملف قدامنا. افتح الملف ده، الكلام اللي جواه مكتوب جواه ويلكم في سطر، وهلو في سطر، وهاي في سطر، واوكي في سطر، واند في سطر. ماشي كده؟ طيب تعال هنا بقى هنكتب، بس هنكتب ايه بقى؟ تعال نجرب مثلا نكتب قطعة نصية. فين؟ على اللي مكتوب. يعني انا مش عايز اجي افتح الملف والاقي كل اللي فيه ده طار واتكتب من جديد. لا، انا عايز اكتب على اللي موجود، ازود عليه. يعني اعمل ابند، اعمل عملية ايه؟ ابند. ماشي؟ طيب تعال نجرب. في البداية خالص هعمل فايل، هعمل منه بوينتر نسميه اف بي تي ار، وادي سيمي كولون، وهبدأ اقول ان الاف بي تي ار بيساوي اف اوبن. اف ايه؟ اوبن. اف اوبن، ونقول هنشتغل على نفس اسم الملف اللي هو ماي فايل دوت تي اكس تي. ماشي، كوما. هتعمل ايه؟ هعمل ابند. بص، ايه اتكلمنا على الايه والايه بلس قبل كده، اتكلمنا على الدبليو والدبليو بلس والار والار بلس والايه والايه بلس، اتكلمنا عليهم كلهم. بس انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل ابند، يعني ملف موجود اللي هو ايه؟ الايه. ماشي، ابند وادي سيمي كولون، وما انساش في الاخر اعمل اف كلوز للاف بي تي ار. هاجي هنا هبدا اكتب. خلاص، هنعمل مثلا اف بوت اس، هديها هنا النص اللي انا هكتبه. هكتب مثلا حروف، مثلا هكتب مثلا ايه؟ دبليو دبليو دبليو، حروف مش موجودة، او كيو 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 مثلا، كيو كيو كيو. تمام، هنا دي الحرف كيو مش موجود خالص في الملف. تمام، فكتبت ايه؟ 3 كيو اهو. تمام، او اكتب كلمة غريبة تانية براحتي، يعني اكتب حاجة تكون مثلا مش موجود، توتو مثلا. تمام، اكتب اللي انا عايزه، اكتب برار، اكتب اي حاجة. ماشي، اكس واي زد. انا بقول لك كده ليه؟ عشان تلاحظها لما تدخل في الملف الغريب، ككلمة غريبة تدخل في الملف بتاعها فتبقى غريبة بالنسبة للموجود فتلقطها بسرعة. وادي كوما، هكتب على انهي ملف؟ هكتب على الاف بي تي ار اللي انا فتحته ده. بس خلاص، تعال نشوف بقى الموضوع ده. تعال نشوف الموضوع ده تاني. افتح الملف، اكد لك قبل ما اعمل اي حاجة. اهو ده الملف، ده اللي مكتوب جواه. اقفل، تعال شغل البروجكت بتاعك. شغلته خلاص؟ ماشي، تعال بقى هنا وافتح ده كده. ايه اللي حصل؟ راح في الاخر، خدت بالك؟ اتكتب على اللي موجود. طب انا مش عايز كده، احذفهم تاني واعمل سيف. ده انا عايز انزل سطر، مفيش مشكلة، يعني مش عايزهم يلزقوا في كلمة اوكي. اهو ده اللي موجود. خلاص، تعال هنا واعمل لي ايه؟ باك سلاش ان، شغل. خلاص، ماشي، تعال افتح بقى الملف. اهو في اخر الملف، خد بالك تحطه فين، ركز معايا، تحطه في اخر الملف. خلاص، فهنا انت تقدر تعمل ابند على اللي موجود، يعني تزود الموجود موجود وانا هحط بقى عليه. تمام، لو انا جيت هنا وعايز احط الاكس واي زد دي في الاول، عايز احطها في الاول، ينفع؟ تعال نجرب. طبعا انت المفروض ان انت مذاكر، فهتيجي تقول لي ايه؟ نستخدم الاف سيك.
صح كده؟ بقول لك جرب، هتخسر حاجة يعني؟ تعالى اعمل لي ايه؟ اف سيك، تمام؟ واللي انا هكتب على عايز اف سيك على الاف بي تي ار، تمام؟ عايز من اول الملف خالص، خلاص. وهستخدم السيك اندرسكور ست علشان يروح لاول الايه الملف، يروح لاول الملف، وهو من اول الملف، يعني مش هقول مثلا 5 ولا 7 ولا لا، هو زيرو من اول الملف خالص، من اول ما هيقف، تمام كده؟ هل دي هتظبط اللي انا عاوزه؟ ما تيجي نجرب كده. شغل خلاص، ماشي. تعال بقى افتح الملف. لا دي ما ظبطتش اللي انت عاوزه، حاططهم برضو في الاخر ومش ده اللي انا عايزه خالص. امال اعمل ايه بقى؟ بص ركز معايا، الاف سيك دي اف سيك لايه؟ خدناها قبل كده يعني لايه؟ عشان القراءه، صح؟ هتيجي تقول لي خلاص، طب انا اخد السطر ده واعمل له كومنت واحطه هنا بيست واخلي دي ار. ايوه بس الاف سيك هتشتغل، بس الار دي للقراءه بس، يبقى اعمل ايه؟ شغل بقى دماغك، تقول لي ار بلس، اقول لك صح. ليه؟ لان الار بلس قراءه وفي نفس الوقت لو عاوز تكتب مع القراءه، فبالتالي الاف سيك تبقى اكتف معاها، فبالتالي تعمل لك اللي انت عاوزه. ايه رايك في الحركه دي؟ بفضل الله، تمام. تعالى بقى جرب معايا كده بعد ما عملنا الحركه دي. شغل كده اف 5، تعالى افتح الملف اهو، بفضل الله راحوا في الاول، نزل السطر بتاعه الاول، وبعد كده راح اعمل لك ايه؟ اكس واي زد، وراح حاططهم مكان الحروف الاولانيه. خدت بالك ازاي؟ حطهم مكان ايه؟ مكان الحروف الاولانيه. انت نزلت سطر وكتبت، خدت بالك ازاي؟ طيب رجعهم تاني، صح؟ مش هما كانوا كده؟ تمام، شيل كل ده كده، سيب دي، اعمل سيف، ده كده اللي موجود قدامنا، ماشي؟ بص انا بقى هاجي اقول له ايه؟ هقول له حط في الاول A B C، ماشي كده؟ وهقول له هاخد دول كوبي، انزل انتر كده، احطهم بيست هنا، وهقول له روح عند 7 وحط لي اكس واي زد، ماشي؟ بص شغل بقى وتعالى نشوف هيعمل ايه. خد بالك انت لما بتوجهه، بص بيعمل ايه، بص راح في الاول ونزل سطر واحتل، يعني السطر بالحروف بالحاجه اللي انت حطيتها احتلت اماكن حاجه، بتحتل اماكن حاجات، خد بالك بتحتل اماكن حاجات. الاكس واي زد بص جت فين اهي، اكس واي زد، خدت بالك؟ طب تاني تاني، وعشان اوضح لك اكتر تعالى ايه، خلي دي هلو زي ما هي، وخلي دي ويلكم زي ما هي، وشيل وشيل كمان الاكس واي زد دي عشان ايه ما تلخبطكش، سيف. واقول لك تعمل ايه بقى، شيل كمان دي، شيل السطر ده عشان السطر ده هيلخبطك في الحته اللي انا عايز اوصلها لك. احنا خلاص عملنا الابند، احنا دلوقتي بنعمل ابند في المكان اللي احنا عاوزينه، خد بالك. شغل بقى على كده، مفيش سطور، خلاص. تعالى بقى افتحه وتمعن معايا ايه اللي حصل. راح في الاول وعمل ايه؟ حط A B C، خدت بالك؟ ويل، يعني الاول كان مكانها ايه؟ كان مكانها ويل، شال هو ويل وحط A B C، بعد كده عد 0 1 2 3 4 5 6 7 وجا عند 7 راح حاطط اكس واي زد، خد الانتر، يعني خد بالك احتل مكان الانتر واحتل مكان حرف الاتش من هلو، يعني الثلاث حروف دول عباره عن الانتر وحرف الاتش من هلو. انت خدت بالك ازاي؟ يعني خد بالك انت لما بتعمل ابند في اخر الملف
بيبقى ايه زي ما بيقولوا كده كافي خيره وشره، وبيحط نفسه في الاخر خلاص، بيبعد عن كل اللي قبله وبيحط نفسه في الاخر. ابند لما استخدمنا الحرف الايه، الايه ابند. لكن هنا لما عملنا الكلام اللي احنا عملناه ده، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو احتل اماكن حروف قديمة. خد بالك، يبقى انت برضو وانت شغال مع الار بلس تاخد بالك من الموضوع ده. طيب لو انا رحت لنهاية الملف خالص، يعني جيت هنا حطيت الكود ده كده وخليته ايه، قلت له انت سيك انت وزيرو عادي، ورحت كاتب مثلا ايه حرف الدبليو دبليو 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 مثلا، ورحت جاي مشغل. شوف ده كده، ده اللي موجود اقفله خالص اهو، سيبه زي ما هو. تعالى شغل، خد بالك هيدخل يحط الاي بي سي تاني في مكانهم زي ما هم، وزي ما قلنا 0 1 2 3 4 5 6 7، وراح حاطط اكس واي زد زي ما هم حطوا مكانهم. المهم راح في الاخر حط لك ايه بعد الاند، حط لك دبليو دبليو دبليو. خدت بالك ليه؟ لان انا رحت في الاخر، انا اللي رحت في اخر الملف. خدت بالك؟ فانت هنا وانت شغال مع ملفات موجودة لازم تكون مركز جدا علشان ما تضيعش حاجة، وشغلك يبقى متظبط بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسة دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.